السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم. اليوم جاء عبالي كنافة ان شاء الله، طبعا ما كانت موجودة عندي بالبيت، رحت على السوق اشتريتها وحبيت اشارككم معايا شو جبت. جبت 3 صواني للحلويات، الومنيوم حجم كبير ووسط وصغير، وجبت سكينتين للسلطة، وجبت مقلاية، جبت صينية صغيرة كمان حلويات، وجبت فرشة للحلويات، وجبت طقم للبهارات. أنا عندي واحد بس صغير، اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت سلفان أو سنيتا، وجبت معايا ثوم، وجبنا بهارات السمك، وجبت كركم، العنب لبنان الأولى عدا صفرة، زعتر، زنجبيل. طبعا جوزي كان قايل جيبي لي معاك الشاي القهوة الخضراء، بيشرب منها قبل ما ينام ولما يفيق على الريق لأنها بتنزل الكرش. وجبت معالق معاي خشب إن شاء الله، وجبنا الكنافة والمكسرات والزبيب وجوز الهند. طبعا جبت البلح، البلح مفيد كتير، يقوي الدم. جبنا جزر، جبنا كلمنتين، وجبنا شوية خضرة. هنعمل مع بعض الوقت ان شاء الله صينية الكنافة. احنا جبنا الكنافة، نبدأ نقطعها. نقطعها كلها، احنا قطعناه كله، انا عملت فصل عشان ما اطولش عليكم. كله تقطع، كان طويل كتير. هنعمل ايه؟ هنحط عليه السمنة، السمنة سيحتها على النار. هنشربه سمنة، وبعد ما نشربه سمنة هنفركها منيح، وبعدين عشان كله يشرب السمنة، حامية السمنة بعدها. سمنة زبدة، حط، ما كان عندي زبدة حطيت سمنة. نفرك عشان كله قلبه يشرب. نتأكد كله شرب سمنة ان شاء الله. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة حبايب قلبي، ربي ما يحرمني منكو. نروح نعمل مهلبية. حمينا الحليب، حط كوباية سكر حسب ما تحب السكر حطه. انا بحل السكر المهلبيه عشان ما احبش الشربات عليها.
بس تغلي هنحط عليها النشا. كوين فانيلا. وبعد الفانيليا تغلي نحط عليها كوباية النشا. طبعا النشا نعملها بالمية. ليه؟ نحط عليها نضل نحركها. نطلع فاصل عشان ما نطولش عليكم. مية سمنة كلها بعد ما هي ما جهزت. نحط طبقة الكنافة. سهلة وبسيطة طيبة وشهية. شوفي يا ماما نعمل ايه. تعلمي ليه تضحكي. كان اول طبقه حطينا النشا بالمي هندوبه. ذوبه منيح. نحطه على الحليب. نفضل نحركه. هنضطر نوقف عشان ما نطول عليكم. ما شاء الله صارت تربط معانا. نطفى عليها عشان نحطها على الكنافة. هننزل بالمهلبية. وبعد المهلبية نعمل المعلقة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وقولوا لي بالتعليقات ايه رأيكم. نحط جوزة الهند.
نحط الزبيب. نحط الفول او الفستق. ان شاء الله الريحة بتشهي. هنغطيها وارجع لكم. هيك غطينا وجهها مهلبية مع شبينة. هنحط مكسرات تاني؟ لا بس حط بقلب المهلبية المكسرات. انا حطيت ها؟ حطيت في المهلبية. ماشي. لا قصدي على المهلبية بتاعت الكنافة. بس تتحط على المهلبية، ما تحطش على الكنافة من فوق يا ماما، تحط بقلبها بس. هيك غطيناها، هنحطها بالفرن على نار هادية، على نار خفيفة. من تحت ومن فوق نخفف النار. ليه؟ واكتر من فوق عشان ما يتحرقش، اكتر من فوق خففي قد ما تقدر النار عشان وجهها ما ينحرق. هنحطها بالفرن ان شاء الله نرجع لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. هيك طلعناها من الفرن، حمرنا وجهها واللي فضل من ورانا مهلبية، حطيناها كمان بالكاسات. وما تنسوش تشتركوا بالقناة وحطوا لي لايك، وانتظرونا في فيديو جديد، وقولوا لي ايه رايكم بالتعليقات. باي حبايبي.